الاسم اللي لما بتسمعه بتحس ان صاحبته مز؟ خلود سوس هاي ميرنا رانيا وسانتو وسراء وكده يعني. احنا شعب لو شاف كلبة بلدي هيحس ان هي مز. اسم ولد لما بتسمعيه بتحس ان صاحب الاسم ده مز؟ مز عمر. ايه مواصفات المزة بالنسبة لي؟ مزة بناني ناحية بالظبط كعب رجليها. مزة حلوة. المزز دي انواع، هقول لك انا الانواع عشان انا خبرة. بص، في مزة دي بقى اللبس، واحدة من شكلها كده تقولي ان دي بنت ناس محترمة، في واحدة من لبسها كده تقولي يا ساتر يا رب. هي حاجة بتتلخص في حاجة واحدة، جسم البنت بس هو اللي بيتقال عليه مزة مش اكتر. سر اناقة البنت في ايه؟ اللبس، في احترامها ولبسها. ممكن لبسها يعني، لبسها حلو يعني وكده يعني. سر اناقة البنت في ايه؟ لبسها، شكلها كده، في شعرها مثلا، في الستايل بتاعها، الالوان اللي هي في الالوان اللي بتختارها، في طريقه اللبس بتاعتها، في الستايل بتاع شعرها، بس في نظافتها، روحها، في ستايل لبسها، في طريقه مشيتها، في اسلوب كلامها، في حاجات كتير يعني، ما بتبقاش في حاجه معينه. في لبسها، اناقتها، البرفيوم بتاعها، طبعا الايلاينر. حط لي بقى مز في جمله مفيده. الولد ده مز قوي. انا عكست مز. مزه معديه مثلا. هي كلمه مزه لوحديها جمله مفيده لنفسها. شفت مزه يا ريتني ما شفتها.